يا ترى بتحلموا بأنكم تسيطروا على أسرار الخدع المدهشة والأوهام؟ مع مجموعتنا الجديدة من الخدع هتتعلموا أنكم تسحروا وتدهشوا حتى المتفرجين الراقيين. للخدعة الأولى هتحتاجوا لشريط ستان عريض. لفوه حوالين رقبتكم وبحدة اسحبوا الأطراف. ما تتخضوش، الشريط بيعدي بسهولة من الرقبة. امشوا على تعليماتنا بدقة علشان ما تأذوش نفسكم بطريقة غلط. لفوا الشريط حوالين رقبتكم، امسكوا نص الطرف اليمين من الشريط بإيديكم الشمال. لفوا حوالين رقبتكم للشمال هتتكون حلقة. اشبكوا الحلقة باستخدام الشريط من ورا. بسبب الحلقة السرية بيحصل إيحاء لوهم إن الشريط ملفوف على رقبتكم. اسحبوا من الأطراف وفكوا الشريط. وجايز يكون من الأحسن إنكم ما تعرضوش الخدعة دي قدام جداتكم. الخدعة دي فيها جزء مخيف، مش بس هتفاجئ أصحابكم لكن كمان هيخليهم يقلقوا بخصوص صحتكم. قلم رصاص مسنون بيفوت من خدكم ويخرج تاني من بقكم المفتوح، أكيد دي مش حاجة لطيفة خالص. السر في إن القلم بيتزحلق على الخد وبس، وكف إيديكم بيعمل تمويه هايل. لما راس القلم بتفوت من ورا كف إيديكم افتحوا بقكم على آخره لتحقيق وهم بمروره من البق. للخدعة الجاية هتحتاجوا الحبل مربوط وخاتم. نمرر الحبل جوه الخاتم، نربط دايرة الحبل بصباع الإبهام. نقترح على صديق إنه يشيل الخاتم من الحبل من غير ما يحرك صباعه خالص. لتنفيذ المهمة اضغطوا الحبل بصباعكم، امسكوا طرف الحبل من فوق اللي ناحية الخاتم وثبتوه في إبهامكم بالصورة دي. دلوقتي امسكوا طرف الحبل من ورا الخاتم وامسكوه كمان بصباع الإبهام، شيلوا صباعكم، فوالا الخاتم بين إيديكم. تعالوا نفاجئ أصحابكم بمفارقة رياضية غامضة. هتحتاجوا لمربع ورق عادي، نقسمه بخطين متوازيين من النص بالشكل ده، نقصه، نطبق المربع تاني ونحدد أطرافه بشريط ملون، نفصل أجزاء المربع، نغير أماكن الأجزاء ونبدأ في تجميعهم تاني. في مساحة فاضية في الوسط على شكل مربع صغير، يا ترى ده ممكن إزاي؟ هي دي المفارقة؟ دلوقتي يلا نقدم تجربة فيزيائية مذهلة ومن السهل إن احنا نعملها في البيت. هتحتاجوا لأربع كوبايات مية عادية. هنضيف لون طعام على المية علشان نخلي شكلها جذاب أكتر. نسيب مية من غير إضافات في كوباية منهم. نقلب بدقة محتويات الكوبايات. ونضيف سكر للكوبايات. ونضيف معلقتين سكر في المية الصفراء وأربع معالق في المية الحمراء. وفي المية الخضراء أكترهم حلاوة هنضيف ست معالق سكر. نقلبهم. نبدأ التجربة. نجمع المية العادية في سرنجة ونصبها في كوباية نظيفة، وبعدين نملى السرنجة بالمية الصفراء ونصبها في نفس الكوباية. نعمل نفس الطريقة مع السوائل الحمراء والخضراء. هتلاقوا إن الألوان مش بتختلط مع بعضها لكنها بتفضل في شكل طبقات قزح جميل. السر في محتوى السكر في السائل بيأثر على كثافته، وكل ما تزيد الكثافة كل ما المية بتنزل لتحت. خلينا نشوف الخدعة بعد ظهور كرة تحت الكوباية. لو معانا 3 كوبايات ورق ونفس العدد من الكور، هنثبت كرة واحدة على الكوباية المقلوبة ونغطيها بالكوبايات التانية من فوق. نخبط على هرم الكوبايات ونرفعه. الكرة فاتت من الكوباية وبقت موجودة تحته. هنستخدم نفس الكرة مرة تانية ونغطيها بكوباية ونثبت الكرة التانية على كوباية. نكرر نفس الحركات اللي فاتت وهنلاقي في كورتين فعلا تحت كوباية. مفيش حد هيشك ان الكرة التالتة هتنضم لاصحابها الكوبايات الحاملة. دي قوة تأمل، لا كلها خدع. السر هو ان مش هيكون معاكم 3 كور لكنهم 4 كور. نعمل خرز من ورق فويل عادي، نضيف الكرة السرية في كوباية. الفكرة الأساسية انكم تقدروا تقلبوها بسرعة. بعدين الكرة السرية بتتحول للكرة اللي من فوق، وبعدين بنسيبها بشكل سري في الكوباية، وبعد كده بتظهر للمتفرجين المذهولين خدعة كاملة. إعصار ناري في إزازة أزاز شكله بيبان أسهل من أول نظرة ليه. أولاً هنملى الإزازة بدخان سائل، افتكروا إحنا عملنا ده قبل كده، علشان كده هنحتاج قطعة ورق فويل. نضيف عواد كبريت وقلم رصاص على ورق الفويل. نلف القلم في ورق الفويل وبعدين نسحبه منه. نضغط على طرف الفويل. نضيف أنبوبة الألمونيوم في الإزازة ونولع النار في الطرف اللي فيه أعواد الكبريت. الدخان هينزل بشكل جميل لتحت. نضيف كمية كحول صغيرة على الدخان ونسيب الكحول ينتشر على جدران الإزازة. نقرب الكبريت منها
اللعبة هيدوهك في الإزازة من تحت في شكل إعصار مذهل. رد فعل روعة. كارت البنك بيطير بين إيديكم. يا ترى السر إيه؟ الموضوع كله مرتبط بشطارة صباع الإبهام. نثبت الكارت ما بينهم. نرفع وننزل الصوابع لعمل إيحاء بكارت بيترفع. بسيطة لكنها خدعة ممتعة. يلا نلعب بخدع أوهام المكعبات مرة تانية. نرسم 3 مربعات متطابقة على شريحة ورق كرتون. نقصهم، نبروز المربعات بماركر أسود. نرسم نقط 1 و3 و5. نلزق مكعب في رسومات جواه. الزقوا قطعة سكوتش دبل فيس على طرف صباعكم. ثبتوا المكعب على شريط السكوتش. حركوا صوابعكم بشكل مبهر واعملوا إيحاء إن المكعب يتحرك، وهيبدأ في الارتفاع حرفياً بين إيديكم بسبب التأثير ثلاثي الأبعاد. في الفيديو ده خلونا نكتشف سر إزاي بالونة طويلة ضخمة ممكن تعدي في ودنكم. نمسك بالونة طويلة على الودن وندفع بقوة على قد ما نقدر. الفكرة الأساسية إنها ما تلمس خالص طبلة الودن. شوفوا إيه اللي حصل؟ يا ترى عاوزين تعرفوا السر؟ علشان الخدعة تنجح لازم نخرم البالونة بحاجة حادة وترجعوا بعيد عن الطرف بسنتيمترات قليلة. ننفخ البالونة، نضغط عليها بطريقة منتظمة في مكان الفتحة ونخرج الهواء منها. اخفوا البالونة الفاضية في إيديكم وغطوها بشعركم. بقى واضح كده إنها خدعة مدهشة جداً. ودلوقتي يلا بينا نعرض خدعة باستخدام صندوق سحري. هنعرض للجمهور صندوق فاضي، نطبقه ونلفه حوالين محوره كذا مرة. بيظهر منديل أحمر في الصندوق، ده عبارة عن نوع من السحر. سر الخدعة بيكون في عملية التجهيز الصح للمعدات. هتحتاجوا الأربع صناديق ورق، نطبقهم في مربع كبير ونوصلهم بشكل عكسي باستخدام شريط زينة. نعمل 3 مربعات منها، نطوي مربعين لنصين ونلزقهم بصمغ مع بعض. ده عبارة عن الصندوق، لكن ده مش كل حاجة. نطبق الصندوق ونلزق المربع التالت عليه بالشكل ده. بقى واضح إنه صندوق متحول بقاع سري مزدوج. نشيل المنديل في القاع السري، نطبق الصندوق ونفتحه من الناحية التانية. مبهر جداً! جه وقت الخدع بتمرير الحاجات من بعضها. نثبت كوباية شفافة على الترابيزة. نغطي كوباية بكارت لعب. نثبت العملة على الكارت. مع حركة الإيد السحرية بنمرر العملة من الكارت وبتقع في الكوباية من تحت. طبعاً تنفيذ الخدعة دي مش هيتحقق من غير تلاعب وخفة إيد. نعمل قطع صغير في الكارت من النص. العملة بتتزحلق من الفتحة وبتوصل بأمان جوه الكوباية. والخدعة دي باستخدام كبريت سحري بيظهر في أي حفلة. نثبت إيد فوق الكبريت وجزء من عود الكبريت بيختفي من غير أي أثر. تمريرة تانية بالإيد وعود الكبريت بيرجع سليم. هتحتاجوا لعود كبريت عادي وماركر أسود. نلون طرف العود من ناحية الكبريت بالماركر، وهنثبت عود الكبريت على خلفية سودة. لفوا عود الكبريت بصبعكم، هيظهر جنب منهم أو التاني. بسيطة لكن مدهشة جداً. ودلوقتي تضغطوا على 3 كور تنس بين صوابعكم وتعرضوها للجمهور. غطوا الكور بكف الإيد وابدأوا تعويذة. افتحوا إيديكم، مفيش غير كورتين اتنين فاضلين، يا ترى التالتة راحت فين؟ نقطع كورة من النص بالظبط ونبين للجمهور كورتين ونص بس. من السهل إننا نخفي نص كورة ونشيلها بسرية على كورة كاملة. تدريبات قليلة والخدعة هتتنفذ بنجاح. للخدعة الجاية هتحتاجوا الأسطوانة من ورق تواليت وبالونة طويلة. اعملوا 4 فتحات في الأسطوانة، انفخوا البالونة، مرروا البالونة في الأسطوانة الكرتون، اخرموا البالونة بقلم رصاص. القلم بيمر من فتحات الأسطوانة لكن البالونة مش بتفرقع. نخرم البالونة بقلم رصاص تاني، والبالونة مرة تانية بتفضل سليمة ومتأمنة. ايه الفكرة؟ احنا ما نفخناش البالونة بشكل كامل علشان تقدر تتحرك بحرية جوه الأسطوانة. تمرير قلم رصاص في الفتحة بيحرك البالونة للناحية التانية من جدار الأسطوانة. القلم الرصاص بيعدي جنب البالونة وهي بتفضل سليمة. يا ترى الفيديو عجبكم؟ أي خدعة من الخدع دي هتحاولوا إنكم تكرروها؟ تفوتوا قلم رصاص في خدكم؟ ولا تمرروا شريط ستان من رقبتكم؟ ولا إعصار ناري في إزازة؟ خلونا نعرف في مكان التعليقات، واشتركوا في مجموعة روم تروم سيلكت واعملوا لايك للفيديو ده. ما تنسوش تضغطوا زرار الجرس علشان تكونوا أول شخص يشوف الفيديو الجديد.